يا استاذ. عايشكم مرحبا والسلام عليكم وعلى كل الحضور. استاذ كان معنا سي نزار عياد. استاذ عياد قال لنا بانه القانون يقول بانه الاجراءات انه يكون معللا هذا القرار التمديد ب 48 ساعه في الاحتفاظ، هل عندكم القرار معللا بالنسبه للاحتفاظ بالزميل لا مراد معناش زغيط؟ القرار معلل، لا معناش القرار معلل، صحيح انه لازم تعليله واحنا نستناو نعرفوا المعلومه هذه بمناسبه توا سماع في سماعات 48 ساعة جديدة اللي تم التمديد فيها في الاحتفاظ، وإلا بمناسبة معناها عرضهم على السيد وكيل الجمهورية اللي باش يتم يوم الأربعاء. يعني اليوم لم يتم عرضهم على السيد مستشار وكيل الجمهورية أو اللي يعني عندي اللي عندي اللي عندي تعرف أنا الوضعية اليوم في استثنائية، المحكمة. وضعية خاصة، أي ما نعرف ما نجمش نأكد، لكن نجم نأكد وهذا ثبتناه معناها في احنا نسميوه مكتب التلبس أو شباك التلبس، أنه تم التمديد في الاحتفال 48 ساعة اللي ما عندناش تعليقها كما قلت. استاذ مرابط، كنا نرجع لاصل الموضوع. انت حكيت في العديد من وسائل الاعلام، حكيت حتى في ديوان الصباح، تسعة فيديوهات، هذا هو الموضوع. طالب مراد زغيدي بانه يفسر شنو كان يقصد في التسعة فيديوهات هذه، هذا هو. هكاهو هذاك هو كما قلت الصباح، تسعة فيديوهات وكذلك تدوينه كانت فيها الزميل الصحفي محمد بوغلاب، الاسئله كانت كلها تتعلق به علاش استعملت الكلمه هذه، علاش قلت المصطلح هذا، شنو هي الفكره هذه، كيفاش تحللها، كيف قلتها، علاش استعملت الجمله هذه ومش اخرى. ما فما حتى شيء اخر لحد هذه الساعه، احنا توا كيما معناها نهار الاثنين معناها نص النهار ونص وماضي ساعه، ما حتى شيء اخر لم يتم عرض علينا حاجه اخرى. هل تتوقع فقط الفيديوهات هذه والواحد جاوب مراد، والحق معناها تمسك ان يتم معناها سماعه على معنى المرسوم 115، لكن قبل ان يتم سماعه على باب معنى مقتضيات مرسوم 54. مراد الزغيدي يعني عنده عقد مع قناه مع اذاعه اي اف ام من عام 2018، كان محلل سياسي، هذه خدمته الناس الكل تعرف انه انسان معناها متزن ومعتدل، انسان جدي في العمل نتاعو، يحترم معناها اخلاقيه المهنه، يحترم كل الاشخاص وكل المقامات، عمره معناها ما كان مراد الزغيدي معناها فارق له حكايه في اي معناها انترفونسيون نتاعو انه تعارك مع شخص او سبه او صيح بالقدر او معناها حتى التهكم او حتى شيء، معناها هذا مش موجود، لن او الاساءه الى اي شخص، لا في ريزو سوسيو حتى اليوم مع زميلكم معناها نحكي وسيم بالعربي يقول معناها حتى اونوف معناها حتى يحكي معك مراد متزن ومعتدل، ماهوش اكل الصحفي اللي يتسزوا، هذا حق الصحفيين اللي يتسزوا، لكن في اطار القانون مراد يحترم مؤسسه الدوله، يحترم. اذا كان هذا هو الموضوع، شنو اللي يفسر هذا الكل ماله؟ انه يتم ايقافه من منزله ويهزوه للتفتيش الغير، ما عندكش اجابات على هذا؟ هذا كذلك حجز. انا هاني نقول لك، انا نتعامل مع اوراق ملف كمحامي، مش نتعامل مع اوراق ملف. لحد الان السماعات لن تتعلق الا بمعناها المداخلات كاعلامي او كصحفي في ليميسيون امبوسيبل، فهمتني؟ هذا اللي نجم ناكدو. فانا فترات رجعوا له، لانه سمعنا بانه السيد نزار عياد الاستاذ محامي ابراهيم بسيس قال رجعوا البرهان حتى ما قبل 25 جويليا. بالنسبه للبرهان 2019 2020، وبالنسبه لمراد الزغيدي، وبالنسبه لمراد الزغيدي، بالنسبه لمراد من فيفري 2024 ل ماي ابريل 2024، فهمتني؟ كذا شهور معناها. اي مراد معناها حتى تلقاه في بعض معناها الحالات، في بعض في تحليل سياسي معناها تلقاه نجم يساند سياسه الدوله الحاليه، وساعات تلقاه يخالفها، وهذا رايي، يعني حريه الراي، حريه التعبير، حريه الصحافه. ومعناها مراد مش اول مره، مش جديد معناها في الميدان، من عام 1992 كانت عنده تجربه لبرا، ويعرف اخلاقيات المهنه، ويعرف وتعرف انتم الناس، انا اقول الناس الكل تعرف، فما الناس ماهيش فاهمه معناها تخاي، فما حاجه اخرى لحد الان نقول ما فما حتى شيء اخر، فما كان ما يتعلق بالمداخلات نتاعو في شكرا لك استاذ غازي مرابط، محامي الزميل مراد الزغيدي.